وينفعهم بمعارفه وعلومه. نشكر لك جميع ما أنعمت به علينا، ونسألك أن تنظر إلينا بعين الرضا والرعاية والرصد، نحن المشاركين في هذا الاحتفال، وأن تحفظ جميع الذين ساهموا في الوصول إلى نهاية الشوط. فأنت أيها السيد المحب البشر، بارك طاقم مدرستنا نوتردام من إدارة ومعلمات ومعلمين، هم الحريصين على نشر المعارف والعلوم وتهذيب الطلبة وتثقيف عقولهم ونفوسهم. Thank you.
Thank you.
وتسابقت إلى ذهن الكلمات، وبأيها أبدأ حديثها؟ فماذا عساي أقول والدمع في عيني تجمع والقلب من لوعة الفراق تقطع؟ فها هي الساعات تمر معلنة عن قرب رحيلي عن بستاني ألحاني، بستاني الذي ضمني بحنانه، جنيت منه أطيب ثماره وارتويت من ينابيعه صافي ماء. كيف لي أن أذهب وأترك جزيرة الخضراء التي لا تمل العطاء، فلقد عشت فيها أحلى لحظات عمري. أحلامنا فاقت الغيوم، جمعناها على صفحة بحسب لائحة المقادير، من زهرات النرجس تضوع رائحة العبير، ولوديان الثقافة أسمعنا صوت الخرير. إبداعاتنا لم تقف عند حد الكلمات، بل اخترقت عوالم الكبار وتفتحت فيها براعم الأسرار، فتناثرت رسومات على الورق طيب رائحتها قد عبق، ملأ الفضاء بشقوة ونام قرير العين في حضن الشفق. إبداعات تجوب الحروف، حفظناها عن دهر قلب، حفظها معلمي الجغرافيا عرضا وطولا، حفظها معلمي العرب فعولا، حفظها الأهل للذكريات، وحفظها مديرنا بعطف ومن الشوق أصفى مغلولا. يسعدني أن أقدم لكم خوج 16. اليوم فتح لنا بابا كان بالأمس مهجورا، مفتاحه بيد جنية غلفت بالرفض كهفها المسحورة. سرقنا المفتاح وفتحنا الباب على مصراعيه، اقتحمنا كل ما كان مهجورا، داخلين إلى عالم جديد ولا نبالي ما إذا كنا فيه قاتلا أو مقتولا. الصباح وفتحت النوافذ فقبلتني الشمس بأشعتها الذهبية لتقول الأيام تمضي وأوقات تتجلى والعمر يمر، وها نحن اليوم نقف على عتبة التخرج ليصبح الحلم حقيقة. انطوت صفحة من صفحات الجد، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيق على الدوام، وجاء وقت الحصاد نحصد فيها ثمرة اجتهادنا، مودعين فيها لحظات ضحكات الرفاق، رافعين فيها قبعات الاحترام للمعلمين والمعلمات. ألف مبروك يا زملائي وزميلاتي، الكل فرحان وسعيد بالتخرج، هنيئاً لنا بهذا التخرج، ولا يوجد في الدنيا فرحة تعادل النجاح والتخرج. وأخيراً أقول لمعلمية، قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسوله. حين المحبين، كلمة شكر لا تكفي على تعبكم معنا ودعمكم إلنا. شكراً لكل أم ضوت شمعة الصبح لابنها تينجح بامتحانه، ولكل أب مضى نهاره هكلانها من هون، أو مثلاً هكلانها من تلفون الأستاذ شادي يعطيكم العافية في ظاهرة بالصف. منحبكم كثير، وأفضل جزء من أنفسنا هو أنتم، الله يخلي لنا إياكم. أبناء صفي، أصدقائي وحبايبي، مين كان متوقع يجي هذا اليوم؟ صلينا نوصله بسرعة، 12 سنة عديناهن وشطبنا أياماتن لحد ما خلصوا، وبس وصلنا للنهاية حسينا قديش صعب الوداع. عادة منقول رح نشتاق، إحنا صرنا مشتاقين. 4 سنين مرقنا فيهن كتير، كبرنا مع بعض على الحلوة والمرة، انبسطنا وزعلنا، أعطينا وتعبنا، بس المهم طلعنا من هون مع قوة أمل وكتير حب. بحب أشاركه بجملة اللي بحبها كتير، بيقولوا العصفور اللي واقف على الشجرة ما بيخاف ينكسر الغصن، مش لأنه بيوثق فيه، بس لأنه واثق بجناحاته. خلوا جناحاتكم توصلكم لأبعد الحدود، ثقوا بحالكم، حلقوا وأعطوا، حبوا بدون ميزان. بحبكم كتير وفخورة أني كنت جزء من عائلة فوج 16 بمدرسة نوتردام. شكراً لكم.